السلام عليكم حبيباتي صحباتي اخواتاتي المشاهدات. سوف اليوم اقدم لكم هذا الفيديو روتيني الصباح. هذا بدأت بمسح الغبرة، مسح الغبرة ما بالتالي تاعي، هاي بديت من الفوق نحيت كلش، هاهم محطوطين هاك هاك. قلت دوك نشارككم معايا في هذا الروتين. عندي مدة هذا اللي ما بالتيلي سافي لونطون ما قدمتش بيسك بيت القعاد، بيت القعاد وما قعدتلوش. مسحت عندي واحد 20 يوم هكاك وغفلت عليها، هاني بديت نمسح الماء، غسلت هذه بالماء وعقمتها بالخل برك فقط ونمسح. بس كذا المبلتي لي هذا جايه شغل ما بليش حاجه، جايه ملسه هكا ما تلقلهاش اي حاجه. درت لها الشطرشون، هذه درت لها الماء ورشيتها بالخل، هاي الريحه تاع الخل. وبديت نمسح، راني قاعده نمسح الغبره حيت كلش لي غارنيتور هذوك الكل جبدتهم وكل عام هنا ها كاها كل اجنبي وعلى مساهمته الجوهريه لحمايه المواطنين والمؤسسات. بدا نمسح في الغبره ومن بعد نولي لكم الفيديو. هاني خلص روتيني تاع الصباح، شاركتكم مع هذه المبل تيلي تاعي. ها خلصتها، هاني مسحت لها الغبره، خرجت هبلها. عندي مدة ما جيتش لهنا البيت القعاد، هاني خلصتها ها هي شافي. وعلى فكرة هذا المنظم اللي درته، ها هو اللي درته معاكم أشغال يدوية، حطيت فيه الحلوى، ها ميلكا حطيت فيه الحلوى، جاب لي الزوج تاعي شكارة كبيرة فرغتها، ودوك بقات غير هذي فيها شوية. هذا المنظم خي قلت لكم تاع كل شيء، اي حاجه تحطيها درتو زعما الراشه بنتي. من بعد كي شفت هكا جاتني فكره حطيت فيه الحلوه. هذا هو الاخر الروتيني تاع اليوم. ومن بعد نكمل لكم الروتين، تسمى دوك من بعد نعطي لكم البنات، نعطي لكم تسمى الغرفه كامله بيسكو ندير لها نمسح لها الغبره ونرجع لكم بعد. ها بعد نرجع لكم الفيديو خواتاتي. هاني رجعت لكم الفيديو بعد ما خلصت ترتيب بيت الجلوس، ها هي الكلي كانابي تاعي، ها هم لهنا الآلة الموسيقية تاع الراجل تاعي. هنا هاي الطابلة، عدلت الدنيا، سيقت، مسحت الغبرة بالبيان، هاو الطابلة تاع الميكرو، هاي تصويرت بنتي، هاي لا فوتو تاع بنتي على الشم. هاي ما بالتالي تاني، هاي كيما درتها في الترتيب. دخلت ليها كانت ما عندي ما نقول لكم، الحمد لله خلصتها، نحيت الغبره، مسحت، سيقت، عدلتها بالبيان، ولات عروسه الحمد لله. ها الفاز تاعي هذا مره شريته من عين مليله، شريته احنا كنديرو شوبينغ انا ورا الراجل تاعي وبنتي، شريته يهبل يبان ناتشيغال ناتها. ها هذا ثاني شريته من عين مليله، البوكي تاع نوار بيبسي بور تاعو يهبل على الموسيقيه هذه كويتها ولا موندولين تاع الشو تعلم بها. ها هذه هي البيت تاعي تاع تاع الجلوس او القعاد كيما نقولوا حنا. ها
خلصها نص الطول، ما نخدمش اليوم جمعة. وعلى فكرة جمعة مباركة إن شاء الله، إن شاء الله نعبدو فيها ربي ونقيموا الصلاة إن شاء الله في الجمعة. هذه هي ترتيب تاعي ولا روتيني تاع الصباح اليوم. جيت طول هذه الغرفة عدلتها، شغل السمانة كاملة والعبد رايح جاي رايح جاي، ما قدرناش كيف نديرو. عندنا المناسبة يعني ولا اليوم تاعنا تاع الراحة تسمى الجمعة، سيرتو الجمعة نديرو كروميناج هكا. كملتها بالخير ونقول لكم ايه هاهو الآلة الموسيقية تاع الراجل تاعي، هاهي سانتي ياماها أميل. ملا هذه هي هاهي الغرفة تاعي تاع الجلوس، هاهي هذه هي كملتها نحيتها عليا اليوم. ومن بعد نزيد ننتقل للغرفة أخرى، ومن بعد راني ندير لكم فيديو واحد اخر تاع الشومبرا وترتيب الملابس في خزانة الملابس تاعي وتاع بنتي وتاع الزوج تاعي ان شاء الله في الفيديو القادم. ونقول لكم هذا هو الفيديو تاع اليوم وان شاء الله يعجبكم، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.